سهلا فيكم مشاهدينا، ويسعد صباحكم يا رب من وين ما كنتوا عم تحضرونا. يعني لما بنقول فصل الشتاء أول ما بيخطر على بالنا جاهزية قطاع الطاقة خلال فصل الشتاء، قديش رح يكونوا مستعدين لأي منخفض جوي بيصير معانا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معانا دكتورة تحرير القاق، وهي الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. أهلا وسهلا فيك ونورتينا بيوم جديد. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة ورعد. أهلا فيكم. صباح النور. طبعا موضوع جدا مهم اليوم. احنا طبعا بفصل الشتاء، اليوم كانت حتى صباحا امطار الخير والبركه، ويوم امس بغزاره ان شاء الله انها تكون كلها امطار خير وبركه على بلدنا وعلى جميع الامه العربيه والاسلاميه. طبعا قطاع الطاقه والمعادن من القطاعات اللي جدا مهمه. بنعرف الطاقه الكهربائيه عادة حتى نمط الاستهلاك في هذا الوقت، يعني من الظروف الجوية بيختلف وبيزيد كمية الاستهلاك بحسب الظروف الجوية. هيئة الطاقة والمعادن كجهة منظمة ورقيبة لقطاع الطاقة، من يعني بشكل سنوي بتقوم بعملية تحديث وتطوير الخطط اللي تعنى بالرقابة على هذا القطاع وجاهزية الشركات القطاع طبعا بالتنسيق مع الشركات، بحيث أنه يتم عملية الاستفادة من جميع الدروس السابقة وأي تحديات واجهتنا، حتى فعلا هاي الخدمة تكون يعني بالشكل الأمثل ويكون فيها إدامة ومواجهة أي انقطاعات قد تحدث نتيجة الظروف بالسرعة الممكنة. طبعا مع يعني بالأشهر الماضية تم تحديث خطة الطوارئ، ومؤخرا مع بداية الشهر الماضي كان في عملية تحديث مجددا للخطة بالاستفادة من التجارب اللي حدثت. ومن أبرز الإنجازات اللي تم تحقيقها في هذا المجال بأنه تم رفع المقاسم الإلكترونية اللي موجودة عند شركات القطاع. بعض التحديات اللي كانت في السنوات السابقة، سواء من خلال خلينا نحكي الأشجار اللي كانت موجودة في تقارب أو تلامس مع بعض أسلاك الكهرباء، تم نعم معالجتها. وبالإضافة طبعا الأماكن اللي بتشهد عادة ارتفاع في كميات الأحمال الكهربائية أو ارتفاع في كميات الاستهلاك للطاقة، تم النظر في عملية تحويل أو يعني توفير محطات تحويل كافية في هذه المناطق وتوجيه دراسات التوسع في المحطات إلها، بالإضافة طبعا للعديد من الخطوات والإجراءات اللي تم اتخاذها. دكتورة، يعني بفصل الشتاء هناك يعني بيكون طرق لاسترشاد يعني الطاقة تحديدا من كهرباء وغاز وكاز، يعني هاي الأمور اليوم هي مكلفة على العائلة للأمانة، عرفتي كيف؟ في فصل الشتاء تحديدا، كيف اليوم نصائح منك من خلالك كيف أقدر أنظم أموري، كيف أكون في استرشاد في استخدام الطاقة الموجودة عندي؟ نعم، زي ما بنعرف في فصل الشتاء اليوم، وإحنا في فصل الشتاء نمط الاستهلاك للمواطنين بيختلف. صحيح. ممكن بعض الأجهزة اللي بالظروف الاعتيادية أنا ما بشغلها، مثلا حتى المكيف ممكن بستخدمه لفترات معينة، أو ممكن بعض المناطق مثلا زي العاصمة في بعض الأيام ما أشغله. صحيح. في الظروف الجوية اللي بتكون مثلا شديدة البرودة أو ارتفاع شديد في الحرارة بنضطر أنا أشغل بعض الأجهزة لساعات أطول. بالزبط. أكيد هذا كله رح ينعكس على فاتورتنا. أمر آخر كتير مهم بحب أذكر يعني فيه، ولأنه كتير من إخواننا المواطنين بيحكي أنه أنا أجهزتي ما اختلفت وطبيعة أو نمط استهلاكي ما اختلف، أنا دائما بستهلك بنفس الطريقة ولكن فاتورتي فواتير عالية مرتفعة تماما. فبنرجع بنحكي دائما أنه الفاتورة هي مرتبطة بكمية استهلاك، وكمية الاستهلاك بتكون واضحة من خلال عداد الكهرباء الموجود في البيت. طيب. بالضبط. اليوم الأجواء والظروف الجوية كمان بتأثر في عملية سحب الكهرباء، بمعنى اليوم خلينا نحكي الجو أبرد من الأسبوع الماضي، فبالتالي ممكن درجة الحرارة لما بدي على سبيل المثال إحنا اليوم درجة الحرارة ممكن تكون 3 أو 4 درجات، حتى أوصل ل 24 درجة مئوية اللي هي درجة يعني الأفضل نعم لمكيف الطاقة. فبالتالي من 3 درجات لل 24 بده عملية سحب كهرباء أعلى بكتير من مثلا 15 ل 24. صحيح. برضو مثلا بالغسالة بالأجهزة اللي مثلا بتحتاج لتسخين مي، أكيد لما بدي أسخن المي توصل لدرجة 60، مش يعني لما بتكون مثلا درجة حرارة المي 15 أو 20 أو 13، مش زي لما تكون صفر أو تكون مثلا 4 أو 5. طبعا. فهذا النقطة أنه ممكن أنا نمط الاستهلاك ما اختلف، لكن طبيعة الظرف اللي حوالي أدى أن هاي الأجهزة تسحب كمية كهرباء أكثر، زائد أنه نمط الاستهلاك ممكن يتأثر. اليوم النصائح اللي ممكن إحنا نحكيها بشكل عام، بالتأكيد هاي الطاقة من حق
كل مواطن أنها تكون متاحة له وأنه يستخدم أجهزته، وأنه خصوصا مثلا في الأجواء الباردة، ولكن نستخدمها بالطريقة السليمة. على سبيل المثال المكيف، إذا أنا لجأت لاستخدام المكيف فأنتبه أنه أضبطه على درجة 24 درجة مئوية. هلأ 24 هي الصيف والشتاء، اللي هي درجة يعني بيعطيني جو طبيعي، مش بارد كتير، مش حار. النقطة المهمة أنه إلى جانب أنها بتضل الأجواء طبيعية، ولما أغادر بتضلها من ناحية صحية بالضبط. برضو نقطة بالترشيد كتير مهمة، كل درجة واحدة أعلى أو أقل من 24 بتزيد سحب الجهاز للكهرباء حوالي 4%. يعني بمعنى أنا إذا حطيت مثلا الجهاز على 20 درجة رح يسحب 16% أعلى من كمية استهلاكه. طبعا إذا كان الجهاز إنفيرتر مثلا رح يسحب 16% من كمية الاستهلاك، وإذا كان غير موفر رح يسحب كمية أكبر، 16% رح تكون رقم. فبالتالي نعم الترشيد مهم جدا. بالتأكيد. دكتورة، في أشخاص كتير بتكون عندهم تساؤلات، يعني قولي الأجهزة اللي إحنا دائما شغالة في البيت، الثلاجة ما بنقدر نسحب ونشغل الفيش، بس في أشخاص مثلا سخان المي بيكون عندهم تساؤلات، أنا أخليه شغال طول الوقت بسحب أكثر، ولا لما بدي أحتاج هذا السخان أشغله قبل بوقت؟ نعم بالتأكيد الأجهزة اللي زي ما تفضلتي اللي ما بحتاج أشغلها 24 ساعة زي مثلا الثلاجة أكيد رح أتركها، ما بقدر أطفيها بالتأكيد، لكن باقي الأجهزة يفترض أشغلها فقط عند الحاجة، وهذا طبعا بينعكس على الفاتورة بشكل كبير، خصوصا إحنا بنحكي عن عدة أجهزة. ونعطي أمثلة مثلا على سبيل المثال، في عنا الأجهزة اللي على وضع الاستعداد، وإن كانت كمية السحب فيها قليلة لكن إذا ظلت على وضع الاستعداد اللي هو الضوء الأحمر. زي إيش؟ زي الجيزر مثلا؟ لا زي مثلا التلفزيون، زي مع أنه ما بيسحب كمية كبيرة لازم من نسحبه من الفيش. نعم، أو لو ما سحبته إذا كان في كبسة مثلا نطفيه، لأنه حتى هذا الضوء الأحمر اللي بيضله بالشاشة هذا بيبقى في عملية سحب. برضو الجيزر إذا أنا تركته طول الوقت وهو مشغل بالتأكيد رح يسحب كمية من الطاقة أكبر. إضافة أنه مثلا قلب السخان الكهرباء، طبعا إذا كان كهربائي لازم أنه بين فترة وفترة أبدله، وإلا بصير عملية تكلس وبالتالي رح يسحب كمية كهرباء أكثر. برضو إذا بنستطيع أنه نضبط منظم الحرارة اللي بالمكيف، عفواً بالسخان الكهربائي، هاي نقطة جدا مهمة. مثلا نضبطه على 60، لأنه ما بين 60 و90 على سبيل المثال رح يكون في فرق بعملية سحب الكهرباء. كل ما عدي كل ما زاد سحب الكهرباء بالطبع. ففي كتير من النصائح اللي ممكن إحنا نستفيد من هذا الجهاز، وتبقى يعني عملية الطاقة عم توصلني ولكن أنا بكون وفرت. مثلا الثلاجة على سبيل المثال، في كتير من النصائح البسيطة جدا، يعني نخفف درجة البرودة ممكن، هلا إحنا بدنا نحط الدرجة الصحيحة بالثلاجة، ولكن في بعض الممارسات البسيطة. على سبيل المثال لازم ظهر الثلاجة ما يكون ملاصق تماما للحائط، تقريبا لازم نترك مسافة 15 سنتي ما بين الحائط وبين الثلاجة، وهذا الشيء بيوفر لنا باستهلاك الكهرباء بحدود 7-8%، ونضمن انه الباب مسكر منيح. هاي اهم شيء، الباب مسكر بالضبط، او انه الربر المطاط اللي حوالي الباب ما يكون مغلق محكم بالضبط، لانه اذا كان في هنالك تلف ممكن يزيد سحب الجهاز للكهرباء اللي هي الثلاجه في حدود من 12-15%. نعم. ففي كثير من بعض يعني الاجراءات اللي ممكن بسيطه، ممكن بسيطه طيب. بتوفر علينا بالضبط. طيب. دكتوره، يعني احنا اليوم نتحدث عن الطاقه البديله والمتجدده. نعم. تحديدا، و من الطاقة البديلة أنت تشوف سيارات الكهرباء اليوم موجودة في شوارع العاصمة عمان وشوارع المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. الآن أصبحت هي سيارات بديلة للبنزين أو الهجين، لكن قديش مهم اليوم أنه نتجه إلى هذا العالم. اليوم أيضا نحتاج إلى طاقة بديلة بشكل طبعاً. أكبر مع زيادة هذه السيارات. هلأ الطاقة المتجددة بشكل عام هذا موضوع جدا مهم. أولا توجيهات الملكية السامية كانت بأنه إحنا نكون بالأردن مركز إقليمي للطاقة الخضراء، أيضا رؤى التحفيز الاقتصادي كلها متوجهة نحو أن نكون بيئة خضراء ونهتم بهذا الموضوع. وطبعا حتى التوجهات العالمية بالتوجه بهذا الموضوع، واللي هو بيكون صديق للبيئة وبيخفض من انبعاث الكربون، واللي اليوم كل التارجت عندنا أنه بالسنة 2050 أنه نوصل لصفر انبعاث بالطاقة إن شاء الله. طبعا موضوع الطاقة المتجددة الهيئة الحمد لله والأردن يعني خطط خطوات كتير ممتازة فيه. يعني إذا بتتذكروا معي بالأرقام، كانت بال2014 تقريبا
نسبة الطاقة المتجددة بالأردن حوالي 1%، يعني أقل من 2% صحيح. كانت النسبة. اليوم إحنا بنحكي عن تقريبا 30% من طاقة الأردن هي طاقة متجددة بثمان سنوات صحيح. نعم، ما بين طبعا طاقة شمسية أو طاقة رياح، فهذا الشيء يعني كتير ممتاز. إلى جانب أنه هنالك توجه نحو يعني شيء لسه متقدم عن الطاقة المتجددة الشمسية والرياح، اللي هو الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. مؤخرا كان في مؤتمر بدبي صحيح وشارك جلالة الملك فيه صحيح. وشفنا قديش ركزوا على أهمية هذا المؤتمر 100%. وحاليا يعني إذا برضو يعني اللي من تابع الأخبار بالفترة الأخيرة كان هنالك اتفاقيات تم توقيعها من قبل الحكومة بهذا المجال، وهذا شيء يعني خطوات ممتازة. وبالنسبة طبعا للمركبات الكهربائية اللي تعتبر طبعا أحد الوسائل اللي برضو بتحافظ على البيئة وهي مرشدة للاستهلاك الطاقة. في طريقة دكتورة لشحن سيارات الكهرباء بالطريقة الصحيحة أنه ما تسحب من كهرباء البيت كتير؟ هلا اللي عندنا احنا أكثر من طريقة لشحن المركبة الكهربائية، إما من خلال عداد المنزل نفسه أو من خلال عداد مستقل عن عداد المنزل. احنا اليوم أتحنا يعني الهيئة أتاحت للمواطن اللي يملكه أو أحد أفراد أسرته مركبة كهربائية بتمكن أنه يحصل على عداد كهرباء مستقل عن عداد المنزل لغايات الشحن. واليوم نحكي عن عدد تقريبا يعني تجاوز 3000 عداد. بالإضافة عندنا المحطات الشحن العامة ومحطات الشحن الخاصة اللي ممكن إحنا من خلالها نشحن سياراتنا. طبعا محطة الشحن العامة ممكن تكون موجودة بمحطة المحروقات أو في الأماكن العامة. اليوم إحنا بنحكي تقريبا عدد المحطات الشحن العامة والخاصة يعني قاربت على 60 محطة شغالة، وفي عندنا تصريح إنشاء في حدود 90 أو أكثر من 90، حوالي 98 تصريح إنشاء يعني بالطريق نحو أنهم يعني استكملوا إجراءات الإنشاء ومن ثم الترخيص. دكتورة، شبكة الكهرباء الذكية ويعني تركيب العدادات الذكية تحديدا الآن في الفترة هاي، في ناس يقول لك أن العداد القديم بصرف أكثر من العداد الجديد، هل هذا الحكي صحيح أم على المشتركين الآن تغيير هذه العدادات؟ أو في ناس يقول لك أنا بدي العداد القديم يظل موجود، حدث عن الموضوع والفرق. نعم طبعا أكيد العداد الذكي أو العداد التقليدي هم بيسحبوا بنفس الطريقة. هيئة الطاقة والمعادن هي الجهة المسؤولة عن إبراء العدادات أو اعتماد هذه العدادات. جميع العدادات قبل عملية تركيبها بتم اعتمادها من قبل الهيئة. بالطبع هي بالبداية بتيجي حسب الموصفة القياسية الأردنية، وبعدين بتصير عملية اعتمادها من قبل الهيئة وتركيبها عند المواطنين. سواء كان العداد ذكي أو عادي هو بنفس الطريقة، ولكن بالتأكيد العداد الذكي يعني مزاياه بتتجاوز كتير العداد التقليدي. اولا بيساعدنا بانه تتحول الشبكه كمان، يعني مستقبلا احنا هلا متوجهين نحو انها تكون شبكه الكهرباء ايضا ذكيه، فوجود العدادات الذكيه بتساعد في هذا المجال. ايضا العداد الذكي من اهم مزاياه انه بيعمل عمليه قراءه لحظيه، بمكننا من انه نعرف قديه صارت كميه الاستهلاك للطاقه تبعت اليوم. العداد بالضبط التقليدي ما بقدر اعرف الا لما تطلع الفاتوره صح، لكن العداد الإلكتروني ممكن أنه أتمكن من خلال تطبيق تقرأ كل التفاصيل بالعداد، فبعرف أني أنا قاربت على الشريحة مثلا الثاني، فبدي أنتبه أرشد مثلا، فبقدر أتحكم في فاتورتي أكثر. إضافة أنه عملية التلاعب في هاي العدادات هي أقل، فبالتالي عملية العبث وزيادة الفاقد بتكون نعم أخف. وأضيفوا لذلك أنه كمان يعني التلاشي مشكلة أنه مرات الجابي ممكن ما يستطيع يقرأ نتيجة الظروف الجوية، نتيجة وجود عطل أو يعني أي أسباب صحيح. فهيك نضمن أنه عملية القراءة تكون يعني إلكترونية وبشكل سريع. وأيضا طبعا زي ما ذكرت لكم أنه هي موضوع الترشيد، بنتمكن أنه نرشد نعرف وين أنا بالضبط يعني. حتى طريقة الدفع صارت أسهل دكتورة عن طريق التطبيقات الذكية. نعم، واليوم العدادات الذكية احنا بنحكي تقريبا عندنا 31% من عدادات المملكة اصبحت عدادات ذكية. بنتوقع ان شاء الله مع سنة 2025 كل العدادات اللي بالمملكة تكون عدادات ذكية، لانه عم نمشي فيها تباعا مع شركات قطاع الطاقة الكهرباء المختلفة. نعم دكتورة، يعني سؤالي اذا سمحتي، موضوع الدعم على الكهرباء الان في الفترة الأخيرة هناك كان دعم على الكهرباء وتم تقديم طلبات منها الإلكترونية. نعم. ومنها موجودة هذا الدعم. اليوم حب شوي إذا سمحتي نوضح للناس اليوم. نعم. كمية الاستهلاك
من الشريحة الأولى للشريحة الثانية أيضا الشريحة الثالثة. اليوم هناك فروقات بالاستهلاك وأيضا كمية الدعم لهذه الاستهلاك، تحدث عن هذا الموضوع. نعم، هذا موضوع برضو جدا مهم ومن الخطوات اللي كثير كانت إيجابية وممتازة اتخذتها الحكومة وبقرار من هيئة الطاقة والمعادن بأنه تكون التعرفة موجهة لمستحقيها من الأردنيين فيما يتعلق بالقطاع المنزلي، والريع كله أو الفرق بعملية تطبيق هاي التعرفة ذهب لدعم القطاعات الإنتاجية اللي هي كمان بتنعكس علينا إحنا كأردنيين. اليوم التعرفة المدعومة أصبحت هي عبارة عن 3 شرائح فقط، كان سابقا إذا بنتذكر 7 شرائح، وحتى كانت عملية حساب الفاتورة شوي أصعب. صعب. هلأ يعني أصبحت كتير بسيطة. اليوم عندنا الشريحة الأولى اللي هي ما بين من الكيلو لغاية 300 كيلو. هاي بتكون بسعر 5 قروش وهي أقل من نصف الكلفة. بيجي عليها خصم من 2 دينار لـ1.5 دينار من توتل الفاتورة. الكمية اللي بعد 300 اللي هي من 301 لـ600 بتحسب عليها بـ10 قروش وبيجي خصم من توتل الفاتورة بما يعادل 2 دينار. وطبعا ما بعد ذلك، ما بعد 600 كيلو، بتكون بـ20 قرش. وبحب أنوه أنه إحنا أول شريحة تقريبا 58% من الأردنيين هم بيقعوا بالشريحة الأولى اللي هي لحد 300، وبنحكي عن معدل كأفرج للاستهلاك وبمختلف أو بجميع مناطق المملكة. الشريحة الثانية اللي هي من 600 فأقل بنحكي عن تقريبا 90 أو أكثر شوي، 90% من الأردنيين استهلاكهم كمعدل خلال العام هو من 600 فأقل. الأشخاص اللي ما قدروا يقدموا على الدعم بالفترة السابقة وأعلنت الوزارة عن المواعيد، هلأ بيقدروا يقدموا على الدعم ولا لا؟ إحنا ذكرنا وأكدنا أنه هذا الموضوع مفتوح، لن يتم إغلاقه. لأنه في شروط معينة دكتورة طبعاً. في أشخاص بيكون عندهم صعوبة بدفتر العائلة أو دفتر العائلة نفسه معمول لأكثر من بيت، فخلينا نوضح هاي الأمور. تمام. اليوم أي أردني، أي عائلة أردنية تستحق الدعم، فقط بده يدخل على الموقع الإلكتروني اللي هو kahraba.gov.jo، بسجل بيانات، طبعا هناك في ربط مع الأحوال المدنية ومع الجهات المعنية، فبالتالي يعني ما بيحتاج أن يحمل أي وثائق. إلكتروني. نعم، إلكترونيا، وبسجل بيانات الفاتورة اللي هو حابب يندعم عليها. حتى لو كان البيت أجار. حتى لو كان أجار. نعم، وحتى لو كان العداد مش باسمه. تمام. هلأ إذا غير في أي وقت، غير منزله من منزل إلى مكان تاني، وهون أنا بحب أرجع يعني هاي النقطة كتير نركز عليها لأنه حدثت يعني بعض مع الممارسة أنه بغير المواطن منزله ما بلغي الدعم، مكان السكن. صحيح. نعم، ما بلغي الدعم لأنه الدعم على اسمه مش على البيت. بالضبط. وبعد مثلا 3-4 أشهر بيجي بده يسجل على الدعم مرة تانية، فبيكتشف أنه العداد القديم تم استخدامه عليه ذمم ومش مدفوعة. فهون احنا بنرجع نذكر انه اي حدا بده يغير سكنه ضروري جدا قبل ما انك يعني لما بدك تغادر انك تسكر الذمم المستحقه عليك وتقوم بعمليه الغاء الدعم عن هذا العداد، وبعدين عشان تتمكن من انك تسجل دعم على العداد القادم او الجديد. هلا ايضا اذا اي عائله لها ابن، يعني احد افراد الاسره، الزوج او الزوجه او الابناء، يعمل او يدرس خارج محافظته كمان بيستحق الدعم بغض النظر عن عددهم. يعني إذا كان مثلا عنده 4-5 أولاد مثلا، واحد في الشمال واحد بالجنوب، محافظات مختلفة، جميعهم بيستحقوا الدعم. فقط بدخل على نفس الصفحة اللي سجل عليها، يعني ما بيعمل أكاونت جديد. تمام. على نفس الصفحة الأساسية اللي سجل عليها وبيقوم بعملية إضافة طلب إضافة عداد، وبذكر السبب أنه هو بيختار إذا كان نتيجة دراسة خارج المحافظة أو أنه يعمل. بالضبط. وبقوم بعملية تسجيل البيانات. ويعني إجراءها كتير سهل. سهل جدا. دكتورة، يعني إحنا الآن بفصل الشتاء وبتزيد الأحمال على الكهرباء والطاقة تحديدا. اليوم خططكم في فصل الشتاء، هناك أكيد توضع خطة معينة لفصل الشتاء. صحيح. ما هي الخطة وما هي الاستعدادات إن شاء الله لا سمح الله ولا قدر الله يعني صار ضعف معين في بعض أو حتى انقطاع بالكهرباء؟ نعم، الحمد لله. طبعا أول إشي بنرجع نأكد على الرسائل اللي يعني اللي ذكرتها الهيئة سابقا، أنه الحمد لله يعني استدامة التزويد موجودة والقدرة على تلبية احتياجات المملكة لكل المناطق. نعم، لجميع المناطق، والخطط كمان تم تحديثها. وفي الأسبوع الماضي كان في لقاء
لعطوفة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعيدي، وأنا بحب من خلالكم نوجه له تحية كبيرة. مبارح كمان كان ذكرى تولي لمنصبه وصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للهيئة، مر عليها عام وكان عام فعلا مليء بالإنجازات، فإحنا من خلالكم بنوجه له كل التحية والتقدير على جهوده العظيمة اللي قدمها. وبأمانة يعني الجهود اللي تم بذلها مع شركات القطاع بهذا المجال كانت إنجازات جدا رائعة وجدا كبيرة، وتم من خلالها محاولة البحث عن كل السبل اللي نتلافى من خلالها كل المشاكل اللي واجهتنا، وطبعا التحديث دائما موجود وقائم ومستمر. بالإضافة أنه عندنا مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة عامل على مدار الساعة، أي شكوى أي ملاحظة بتم تدوينها ومتابعتها مع شركات القطاع بالسرعة اللازمة، وعملية يعني التحديث والتطوير دائما موجودة وبتم متابعتها بالشكل اللازم. خاصة بتوصيل مسجات للمواطنين أنه عليك اهتمام معينة لازم يتم دفع الفواتير لعدم قطعها. صحيح. هل في تحديث لهذا الموضوع عن طريق الأبليكيشن أنه أنا أعرف قديش علي قديش لازم أدفع؟ طبعا هلا بالتطبيقات الذكية أي حدا بينزل هذا التطبيق عنده بإمكانه يتعرف شو عنده ذمم مستحقة عليه إذا كان عنده أي. وقبل عملية الفصل بيبعثوا مسج بينبهه ولا ما في هاي الخاصية؟ يعني هو يفترض إذا كان ملتزم بالدفع ما بتم عملية الفصل، لكن يعني إذا تراكمت عليه الفواتير نعم ممكن أن يجب. آخر سؤال، لحد أي سعر بتم فصل الكهرباء؟ هلا هي ما فيها سعر، يعني هو الأصل أنه أنا ما أراكم بغض النظر عن قيمة الفاتورة، الأصل أنه ما أراكم الفواتير علي وأن تتم عملية الدفع، كمان حتى هذا النظام يضله شغال بالكفاءة. نعم، احنا بدنا نشكرك دكتورة تحرير ألقاق، وأنت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شرفتينا ويسعد صباحك. يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا.